يقول السائل: أعلن الآن البعض من أهل الفرق الضالة ترك مذهبهم الباطل، وبعضهم الآن يستمعون إليكم يا شيخ، فهل من نصيحة لهم؟ نحمد الله ونشكره على رجوعهم عن مذهبهم الباطل، نسأل الله لهم الثبات، ونشجعهم على ذلك وندعو لهم، والبقية عليكم بدعوتهم، عليكم بدعوتهم إلى الرجوع إلى الصواب وإنقاذهم من الضلال. هذا مكسب عظيم، لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم، هذه بشارة عظيمة. نسأل الله أن يثبتهم على رجوعهم عن الضلال إلى الحق، وأن يزيدهم بصيرة وعلماً. وعليكم بدعوة البقية أن يسلكوا مسلك هؤلاء. نعم.